مشاهدينا، هذه انتقالة إلى محافظة السليمانية. الزميل شيار محمد يطلعنا خلال إحاطة أخبارية على الجهود التي تبذلها الكابينة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كردستان في تحسين البنية التحتية للمحافظة. نعم، تحية طيبة على الجميع. يعني حكومة إقليم كردستان كانت وما زالت تؤكد على استمرارها في خدمة المناطق الكردستانية دون تفرقة أو تمييز، يعني باستمرارية لخدمة محافظة السليمانية وأيضا محافظة حلبشة وإدارتي الورابانين وقرميان، خاصة بعد لقاء رئيس حكومة إقليم كردستان سيد مسرور بارزاني مع الأهالي حزيران الماضي. يعني المشاريع مستمرة، هناك خدمات تقدم على طريق السرعة، أيضا كان هناك تفويض من رئيس حكومة إقليم كردستان إلى مدينة السليمانية أرسل الكثير من الوفود من أجل متابعة واطلاع على سير المشاريع الخدمية هنا في محافظة السليمانية. نتحدث عن هذه المشاريع وكيفية سير العملية. ينضم إلي مساعد رئيس حكومة إقليم كردستان سيد ريباس حملان، مرحبا بك معنا في هذه الانضمامة. يعني نتحدث عن استمرارية خدمة محافظة السليمانية وأيضا باقي المناطق الكردستانية دون تفرقة أو تمييز، حتى هذه اللحظة أين وصلت الخدمات في محافظة السليمانية التي قدمت من رئاسة حكومة إقليم كردستان؟ شكرا. سيد رئيس الوزراء إقليم كردستان لا يميز أي محافظة عن أي محافظة أخرى، يشوف كل المحافظات مثل الأربيل، ماكو أي فرق بين المحافظات، كل إقليم كردستان العراق، الحكومة حكومة إقليم كردستان العراق، والسيد رئيس الوزراء يشوف كل مواطن بأي مكان، بقرميان، بسليمانية، بحلبشة، بأربيل، بزاخو، بدوق، نفس المواطن بإقليم كردستان، وحكومة إقليم كردستان مسؤول عنهم. المشاريع اللي قدمها حكومة إقليم كردستان حوالي 3600 مشاريع بإقليم كردستان، هاي المشاريع الميزانية مالتها 14 تريليون دينار. دائما بغداد هذه الفترة تماطل بموضوع الرواتب وموضوع رواتب موظفي إقليم كردستان، كل شهر هناك حجة معينة، كل شهر هناك ذريعة معينة. أنا سأتحدث عن مشروع حسابي، إلى أين وصل مشروع حسابي الآن؟ مشروع حسابي هاي مشروع مجاز من بنك المركز العراقي، وحتى الآن خلصت 500,000 مشارك بالفائلات مالتهم خلصت، لكن الشهر السابع اللي أخذوا رواتبهم بطريقة هاي المشروع تقريبا 120,000 شخص، تقريبا حتى الآن 250 ATM موجود بإقليم كردستان، وحسب التخطيط الأول يخلص إن شاء الله لنهاية هاي السنة حوالي 1000 ATM بإقليم كردستان. سيد ريباس حملان مساعد رئيس حكومة إقليم كردستان سيد مسرور بارزاني، شكرا لهذا الانضمام. طبعا يعني كما سمعنا المشاريع هنا في حدود محافظة السليمانية وأيضا حلبشة وإدارتي رابارين وقرميان مستمرة بدعم رئاسة حكومة إقليم كردستان، وكما قلت يعني مستمرة هي في تقديم الخدمات كما عهدناها الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كردستان، أنها كابينة خدمية تخدم المواطن بالدرجة الأولى. نعم.